وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل موضوع التوسل في الرد على شبهات دجال القنوات السودانية محمد المنتصر الإزيري، وهو يستحق هذا اللقب وزيادة بجدارة، لأنه دعا الناس إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى، ودعاهم إلى الكفر بالله وإلى الإشراك به جل وعلا. طيب، أخذنا شبهة يلبس بها هؤلاء الدجاجلة في حديث أو حول حديث استسقاء عمر بن الخطاب بالعباس رضي الله عن الجميع. طيب، إذا في إنسان جاب لك الحديث ده وقال لك عن أنس بن مالك، روى البخاري عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان إذا قحط استسقى بالعباس، فقال: أي عمر، اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. قال: أي الراوي، فيسقون. فإذا واحد جاب لك الحديث وقال لك ده دليل على جواز التوسل بجاه الأولياء والصالحين، يقول لك: والدليل أن العباس بن عبد المطلب ليس نبيا وليس رسولا، وإنما هو صحابي ورجل صالح فتوسل به عمر. إذن يجوز أن نتوسل بأوليائنا وصالحينا وبجاههم وبذاتهم وأشخاصهم ومكانتهم إلى الله سبحانه وتعالى. ما هو الجواب؟ ما هو الجواب؟ الآن دخلنا في درسين، المفروض الناس كلها تكون رافعة يدينا لحد الحيط ذاتها، الناس تكون ملصقة مع يدينا مع الحيط رافعة يدينا، في درسين كررناه. الحاصل شنو يا جماعة؟ فرصة مفتوحة للحوار والنقاش. الحاصل شنو؟ يلا يا ياسر، بس أنا اتفقنا زول اللي بيجاوب يسمع الناظر كله بأعلى صوت. طيب، برواية قل قم يا العباس فادعوا. طيب، الرواية دي رواها منو؟ من الذي رواها هذه الرواية؟ من الذي روى هذه الرواية؟ أو أمثال من الروايات التي تبين أن التوسل كان بالدعاء وليس بجاه العباس. أيوة محمد، سامعين ورا هناك يا جماعة؟ على صوتك. ابن حزم، ابن الجوزي خلاص نقله، وابن حجر في فتح الباري نقل عن منى جماعة الزبير بن بكار، وقد ذكر الزبير بن بكار في كتابه المسمى بالأنساب، ونقل هذا كله ابن حجر في فتح الباري. انت ممكن تقول له نقل ابن حجر في فتح الباري. طيب، ثاني من الردود على هذه الشبهة، قلنا الرواية التي أثبتت أن التوسل كان بدعائه، ودي كافية جدا وده أقوى رد، لكن ثاني من الردود. أيوة، كلام الأبطال أن والمخالف كلنا يعني اعترف أن هنالك كلمة مقدرة. هاي بس هؤلاء عباد القبور وما بتقول لهم قال الألباني ولا بتاع، وقال رسول الله ما بقتنع به. فأنت خليك حريف، يعني النقاش يا جماعة ذاته زيادة على العلم، داير زول حريف حبة، ممكن زول عالم وحافظ يديها له زي ما هي، وذاك ياكلك حنك ساي. فهؤلاء لا يحبون النبي صلوا عليه ويقوم يمشي، الشغله تنتهي. فانت لابد تكون حريف برضه، ما تكون ساكت كده بس. ما انت يا فارس، لكن انت ذكرني شيء يعني، هلا قوم على حيلك وري الناس. هم يقولون
يقولون أن هنالك كلمة مقدرة. أنا بقول لزول قوم على حيلك وسمع آخر زول، لأنه ده بيعودك ذاته على الخطابة وعلى الردود على أهل البدع، وبيديك جرأة في الحق، يعني عنده فوائد كثيرة. كنا نتوصل إليك بدعاء نبينا، هم يقولون بجاه نبينا، هم يقولون بجاه نبينا، هذه الكلمة، ونحن نقول بدعاء نبينا. ولأنه يا جماعة الزول لما نتكلم للناس برضو يكون بلغ العلم. والسلف الصالح قالوا كنا نستعين على حفظ العلم بتبليغه. إذا دار العلم ده حفظ يثبت، لا بوشنا يا جماعة تبلغ. وقفت وين؟ فإذا قالوا أن جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع بعد موته فهذا باطل، لأن جاه صلى الله عليه وسلم مستمر بعد موته. فالشاهد أنه يعني بدعاء نبينا، بدعاء نبينا، والآن توصل إليك بدعاء عم نبينا. قم يا ابن العباس، الرواية التي رواها ذكرها ابن حجر، قم يا ابن العباس، فقم يا العباس هدر. هي رواية ابن حجر لنا، قال إنه العباس قام دعا يعني، ودعا دعاء اللهم هذه أكفنا إليك، ولا ينزل بلاء إلا بذنب. المهم بالمعنى دعا الله عز وجل دعاء طويلا. أيوة أيوة عمنا محمد أفضل يا شيخ. أديك الميكروفون. طيب أيوة نعم 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 صحيح صحيح. جزاك الله خير. ده في اللغة العربية يسموه حذف المضاف. كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. ده على أسلوب حذف المضاف، وحذف المضاف موجود في القرآن. ربنا قال واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. واسأل القرية يعني واسأل أصحاب القرية، والعير يعني أصحاب شنو؟ العير. واصل نعم. حذف ما هو معلوم جائز، لأنه ده من قواعد اللغة العربية. طيب لو جاب لك شبهة تانية في نفس قصة الحديث، أنت بتقول إنه ليه، بترد عليه وبتقول له ليه لو كان التوسل ما بالدعاء كان بالجاه وما كانت العباس، زي ما قال فارس أخوكم قبل شوية، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت ما زال شنو باقي أو جاه باقي، إذا ليه ترك عمر بن الخطاب مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وتوسل بجاه ومكانة العباس، مع إنه مكانة الرسول باقية وموجودة بعد وفاة في حال حياته وبعد وفاته؟ إذن التوسل ما كان بشنو؟ بالجاه والمكان. ودرت قوي، لكنه بيورد لك شبهة، بيقول لك عمر بن الخطاب فعل ذلك، ترك التوسل بجاه ومكانة الرسول مع أنها أعلى وأعظم من مكانة وجاه العباس عند الله، ولكنه ترك ذلك لبيان الجواز. ويجيب لك دليل، يقول لك معروف عند الفقهاء إن البول قاعدا أفضل من البول واقفا، وجاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى الصباطة قوم فبال واقفا. قال الفقهاء إنما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المفضول مع علمه بالفاضل لبيان الجواز، لأن البول قاعد أفضل من البول شنو؟ واقف. فكذلك عمر بن الخطاب فعل هنا كما فعل الرسول هناك، توسل بالعباس وجاهه ومكانته لبيان الجواز. فما هو الرد؟ فهمت ولا نعيد تاني من أول جديد؟ واضح واضح. أصل ما في سؤال ما أظن يقدر يجيب. أيوة محي الدين. أيوة ما هو الرد والجواب؟ طيب أنت بتقول له بتحجه، بتقول له عمر قال كنا نتوسل إليك برسول الله فتسقن، وإنا نتوسل إليك بعم رسول الله بالعباس.
انت يا صوفي بتقول التوسل بالجاه والمكانة ونحن بنقول بالدعاء. اذا قلنا فرضا التوسل كان بالجاه والمكانة، ليه عمر خلى التوسل بجاه الرسول وتوسل بجاه العباس؟ اذا قلت لانه مات جاه الرسول موجود بعد وفاته وفي حال حياته، ليه ترك التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دي حجه قويه لك انت صح. هو بيقوم برد زي ما قال الشيخ الالباني، بيقول لك انما فعل عمر ذلك، وعمر يعلم ان جاه العباس اقل بكثير من جاه الرسول عند الله سبحانه وتعالى، لكن فعل ذلك لبيان الجواز، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما بال مرة واقفا مع علم رسول الله أن البول قاعدا أفضل من البول واقفا. واضح يا معدين؟ ما هو الجواب؟ زول يعرف؟ أيوة. لا والصلاة والسلام على رسول الله. هنا يكون الرد في هذه الرواية الثانية التي جاء بها ابن حجر، حتى إذا ما كان في رواية ثانية يمكن يكون هذا الرد، يمكن يكون خارج التأويل. وأنا بقول نتوسل بشنو؟ بدعاء العباس، نقول بدعاء ونقول بشنو؟ بجاه العباس. التفسير بتاع ده يرد عليه مجموعة من آيات القرآن الكريم كقوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فتفسير ده يرد عليه القرآن بتحريم دعاء غير الله. وتفسير كده السني يقول بدعاء العباس ده دعاء مثبت. هو صحيح، هو صحيح. يعني صوفية بيدعو غير الله عديل، خلوا الله ويدعو غيره من الفسقة والطواغيط يدعون من دون الله، لكن هم بيلبسوا للناس عشان يجوزوا دعاء غير الله، يقول لك ده توسل ما دعاء. فنحن الآن بنناقش موضوع التوسل ذاته، بعد ذلك بنجي لأنك بعد ما تعرف الردود على شبهاتهم في التوسل تيجي تقول لهم ذاته انتوا اللي قاعد تسووا ده ما توسل ذاته. صح كلامك في الحته دي، لكن ده ما سؤال. اعيد السؤال ثاني ولا مفهوم؟ ها؟ يا ناس يا جماعه الخير، الرد على الشبهه دي شنو؟ ما ممكن اصلا واحد فيكم يكون ما عارف. الزول ده برتع في الراديو في الرياضيه وفي قناه جون وقناه شنو ما عارف ليك، ويبرتع في الجرايد ويبرتع في قناه ام درمان والنيل الازرق، وامهاتنا نحن بيحضرن وبناتنا واخواتنا واولادنا واخواننا. فالموضوع ده واجب عليك تتعلمه، لانه ما قام به حد الكفايه. فكده اي زول في الجامعه ده لابد يعرف الرد. اصلا بخليك ولا بنمشي خطوه قدام، كل مره بس نلت ونعجن ونعيده ثاني لحد ما اي زول يحفظه زي اسمك واحد، حتى بعد ذاك نمشي قدام. انا اللي لقيت محضر الرد على شبهات حول حديث الضرير، لكن شكله كده ما حناخده لان احنا ما مشينا قدام كثير. يا ناس ردوا على الشبهه دي. ايوه ايوه. الله اكبر الله اكبر، ده صحيح. لانه انس بن مالك قال كان عمر بن الخطاب اذا قحط مش كده قال: اللهم انا كنا نتوسل اليك، كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقنا. ايوه كده واصل. نعم، الرد الأول إنه قال كنا نتوسل إليك، الشيخ الألباني قال ده دليل على إنه كان كثيرا أو كان حصل عدة مرات يتوسل. فلو كان لبيان الجواز، لو كان لبيان الجواز لكفى مرة واحدة إنه يترك التوسل بجاه الرسول ويتوسل بجاه العباس، خلاص ورى الناس جائز، لكن ما بيكررها طوالي. الرد الثاني إذا قحطوا، أنس قال إذا قحطوا، قحطوا هكذا، إذا قحطوا يعني في حالة مجاعة وشدة وبوس وجوع وعطش
ما ممكن أنت تخلي الأفضل وتذهب إلى شنو؟ المفضول لو كان جائزا التوسل بجاهه. وضرب مثل الشيخ الألباني قال الآن لو أنت قاعد وجنبك الرسول عديلة وده قاعد رسول واحد تاني صالح عرفنا كيف صالح؟ الرسول قال لك الزول ده صالح الله وحلي إنه الزول ده صالح يبقى الأصل حياته الرسول. فلو أنت خليت التوسل بدعاء الرسول أو بجاه الرسول ذاته إلى التوسل بدعاء أو جاه الصالح لعددت جاهلا لأنه ده رسول عديل قاعد ده رسول عديل قاعد وهناك جاه النبي صلى الله عليه وسلم موجود في حال حياته وبعد وفاته فكيف يترك عمر وهو الفقيه العالم العابد الزاهد وهو من أعلم الأمة زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري قال رأيت في المنام أني أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الرية يعني الارتواء يعني واللبن يخرج من أظافري ملف اللبن رأى هكذا في المنام ورؤي الأنبياء وحي من الله قال ثم ناولته عمر فشرب حتى خرج الري من أظافره اتملى تمام عمر فقلنا ما أولته يا رسول الله قال أولته بالعلم فهل المعلومات دي تفوت على عمر بن الخطاب هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه اختصرنا الدرس الليلة لأنه عندنا أمر دعوي جزاكم الله خير بارك الله فيكم والسلام صح نعم في قناة الحقيقة موجودة الناس بتعمل شيء عشان تعمل حاجة تهمة تصلحها ليه ما تتعامل قناة نفس القناة دي كلامك كلامك صح كلامك صح الحقيقة الآن بتفوت على ناس وأنا قاعد أتابعها حقيقة دي أتا حقيقة دي أتا ما الحقيقة اللي هي القناة موجودة موقعها في سوريا نعم كويس أنا أول يوم أصلي هنا نعم وجيت مخصوص عشان أصلي هنا ما شاء الله كويس أخونا اقتراح طيب جدا جدا والرجل ده ملا الإعلام ومرا السودان كله باطل يا جماعة وشبهاته دي هينة جدا الرد عليها لكن احنا ما لاقين شنو زي ما قال الأخ ما لاقين نفس المساحة اللي هو لاقيها إنما حيلتنا هو المساجد والحلقات بتاعتنا بالسوق العربي وغيره وغيره تحت قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت لكن ده ما يمنع إنه نأيد كلامك والناس تجمع تبرعات وتعمل قناة أو قنوات تكون متخصصة بمحاربة الشرك والمشركين لأنه في ناس الآن عندنا إحنا كنا معهم زمان أنصار السنة مركز العام وأنصار السنة الإصلاح أدوهم قنوات عندهم قناة اسمها الاستجابة في التلفزيون وقناة ثانية اسمها نور وعندهم إذاعة وعندهم قناة اسمها البصيرة أظنها ثلاثة المهم قنوات وإذاعات في التلفزيون وفي الراديو وعندهم مجلة اسمها الاستجابة آخر حاجة عملوها قالوا عاملين دعاية عن الشيبس
شيبسي بالشطه، شيبسي بالفلفل الحار. والله العظيم جد اتخيل ذيل الناس اللي انت ذاتك قد تكون قاتلت من اجلهم، خلاص صار سنه وغيره، شيبسي بالشطه وشيبسي بالفلفل الحار وبالكاتشوب. هسه ديل اصلا احنا لو كان عندنا سلطه بنجيب الفلفل الحار ده، والله العظيم جد ناخدته لهم جوا اثنينهم ذاته، لانه ما ممكن زول بيقول غير الله بيخلق. اخر فتوى له قال بيجوز الطواف بالجباب والاضرحه، ده محمد المنتصر اللي زرف في التلفزيون، قال اذا كان انت معتقد ما للقبه لكن طفت بها بيجوز. ده كيف ده؟ طيب ما تطوب الحمام تطوب، اذا انت اصلا طفت بالقبه تكون ما معتقد، كيف يعني؟ زول جا من البيت وحدين جايين من الجيلي راكبين لحد الشيكينيبه وقلع وبياكل في الطريق وسايق معاه مرته وشوفها وعياله ونزل وطاف بالقبه يكون ما قاصد، كيف يعني؟ زول ده بليد ولا شنو؟ عرفت كلامي؟ قال عندهم قناه برضه في يومتها في جامعه الخرطوم في احدى الجامعات مرسلين لنا الوثيقه حقت انظار السنه، عاملين برنامج بتاع نفخ الهنبوكه، جايبين خمسه اولاد كل واحد ماسك هنبوكه خمسه، ده دين اسا؟ وده شغال بيقول غير الله بيخلق، وده بينفخوا في الهنبوكه ويعملوا دعايه لشيبسي بالشطه، محاضره اسمها عالم الحب. ده انظار السنه جاتهم قروش وملايين الريالات من السعوديه بالمناسبه. باكسير ده، باكسير ده بتاع كليه جبره ده الحزبي ده، قال لي ما تتكلم في انصار السنه ترى، قال لي انا كده عشان ما يخشك ساي يقول لك ده ما عنده باطل، ده كله باطل. قال لي ما تتكلم في انصار السنه لانه المركز العام الملك رسل لهم السعودي 10 مليون ريال ولذاك الاصلاح، ده كلام باكسير ما كلامي مسجل، قالوا ناس الاصلاح رسلوا لهم 5 مليون ريال ودوهم عربية. قروش زي دي قال بعد تتكلموا فيهم قدام العامة؟ ده هذا المجرم اللي اسمه باكسير، ديل شيوخهم ودكاترتهم خلاص. فالناس ديل ذاتهم بقى يعاونوا، بل بقى يكرموا الصوفية في المركز العام، كرموا ود الصايم ديما وكرموا شيخ مرشد الطريقة السمانية، وقال اسماعيل عثمان لقد درجت الجماعة على دعوتهم إلى المركز العام، ديل اللي انت بتحاربهم وعاديت ابوك من اجله الصوفيه، ودرجه الجماعه جماعه انصار السنه على دعوتهم الى مباني المركز العام مرارا وتكرارا. ودكتور خالد قاعد دكتور في العقيده تهبشه يقول لك انا زكاني الفوزان، زكاك عارفك بتسوي كده، فوزان لو عرفك بتسوي كده كان اداك شلوت في راسك، عرفت كلامي؟ ودكتور خالد ده شنو؟ دكتور خالد ده عضو من أعضاء المركز العام، وديل اللي بيساعدوا في تعيين رئيس المركز العام ذاته، زي مجلس الشيوخ هناك في أمريكا، عشان أقرب لك الفهم يعني، يعني ديل فوق الرئيس ذاته، تقالوا زول فردي ساكت؟ كرموا الصوفية، أدوا كتاب الله المصحف الشريف، أدوا له واحد كافر الدبلوماسي الأمريكي، واحد من القائم بالأعمال الأمريكي، أدوا المصحف كلام الله جد أدوا له، وده حرام كما ذكر الإمام النووي في كتاب المنهاج شرح صحيح مسلم من الحجاج، واستدل الفقهاء على حرمة إعطاء المصحف للكافر المشرك بقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو. أما الرد على شبهة أنه الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري كتب إلى هرقل عظيم الروم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء الآية، رد على النووي قال يجوز أن تكتب آية واحدة أو آيتين أو هكذا في ورقة ما المصحف وتعطى للكافر ليسلم، ولكن حرام أن يعطى الكافر المصحف إجماعا. ديل دكاترة يعني صار سنة. هسه كلامي أنا ما أقدر أقوله مثل صار سنة، أجي أتكلم عن محمد المنتصر الإزيري، أجي أتكلم عنه أول زول بيستحضر لا صوفي لا سماني لا أنصار مهدي، أنصار سنة أول زول بيستحضر. وحصلت لنا في برانكو، مشينا مسجد جمعية الكتاب والسنة لأنه الختمية جو عملوا غزوة بالعكاكيز، جلدوا ناس الجمعية بعد صلاة الصبح، غزوة صباحية، ركبنا حفلات قلنا ننصرهم، وده لسه ما كنا عارفين انهم ضالين مرة واحدة ناس الجمعية. أجرنا بص الوالدة نص كبير كده ومعاه عربات، كم مشينا هناك نزلنا في مسجدهم قلنا لهم داير يتكلم عن الختمية، قالوا لا هذه الكيف بس يا اخي. اذا كان اللي بيحاربوا الدعوه الناس
بيسمون نفسهم زورا وبهتانا انهم سلفيين وانهم انصار سنه وانهم جمعيه كتاب وسنه وانهم صفوجيه وانهم سلفيين. ديل هم الان اللي بيقوا حرب الدعوه، بيقول انا حائط صد بين الصوفيه بينه وبين الصوفيه. عشان كده احنا قاعد نجلد انصار السنه ده في اي محل، لانه الناس ديل بيقول لنا خوازيق كبار، بل احيانا الحلقه حقتنا يمشي ينادوا لنا ناس الامن يقول لهم وقفوا الحلقه. ديل انصار السنه المحمديه كما فعل محمد مصطفى عبد القادر ومحمود ادروب وغيره من المجرمين والضالين والمبتدعه. في حلقه 17 ام درمان بتاع الامن ذاته الضابط هو قال كده بشهود، بشهود قال الفتح فيكم بلاغ عشان يوقفوا حلقه 17 ام درمان محمد مصطفى عبد القادر ومحمود ادروب. تين ناس عندهم دخول لهنا وبياكلوا اموال السعوديه وبيجيهم مرتبات من هناك من السعوديه ياكلوها في بطنهم. السعوديين قايلين انهم شغالين توحيد وهم اول الناس اللي بيحاربوا التوحيد ودعاة التوحيد ويقفوا في الصف دعاة الشرك، بل يكرموهم يعزموا الصائم ديما غدا في المركز العام. تبا له وتبا لناس المركز العام وللاكل الاكل وصائم ديما ذا خلاص ده الحاصل. حيرونا ذاته في راسنا ده فوق. الله اداهم غنوات شغالين اناشيد، شاي الصباح لاي لاي، شاي الصباح لاي لاي، وداك شغال ابن تيميه مشبه، ابن تيميه مجسم، محمد بن عبد الوهاب يهودي في التلفزيون، ودول شغالين شبسي بالشطه والفلفل الحار. والله يا امري غريب. فدعوه اخونا ده ما ترفضوها، الناس تجمع تبرعات عند بعض الاخوه اعملوا قناه مالو. تفضل يا عم محمد اختم لنا ان شاء الله، تفضل.